عايزين نطمن على حراسة المرمى وفكرة هنا برضو مصطفى شوبير والاختلاف اللي كان حوله، لكن بجد هو أثبت نفسه على الأرض. فخليني أروح مع حضرتك للنماذج اللي عندنا اللي يمكن ما كانتش ظاهرة، ولما بتاخد فرصة فعلا بتغير وجهات النظر بشكل كبير جدا، أو بتزيد ثقة في الوجهات اللي هي بتبقى مؤمنة بيها. الجدل اللي كان موجود بالنسبة لشوبير مش فاهم ليه، انا ما بعرفش ليه، ان هو حارس مرمى جيد جدا يعني، من هو في الناشئين من هو صغير مميز يعني. سيبك، والله والده كان بعيد خالص عنه يعني. انا حتى قابلت قبل كده كابتن شوبير في النادي، قلت له على فكره، انا مرنت شوبير في النادي، وقلت له على فكره ابنك هيبقى احسن منك. قال لي بجد؟ اصل انا مش متابعه والله. الكلام ده ما كان لسه في الناشئين. فهو الجدل جدل للجدل، بس للجدل عشان ابن شوبير، انما الولد حارس مرمى جيد، ولما خد فرصه ولعب وهيلعب هيبقى كويس جدا، لان دي هتثقله يعني. اللعب الكتير بيثقل الحارس، بالذات الحارس، لان الحارس محتاج على طول يبقى في الملعب. بس هو برضو عنده معضله لازم يحسن التعامل معها، ودي حاجه بتتكرر مع كل ابناء النجوم في كل المجالات. تمام. فكره ان اسمه مصطفى شوبير بالظبط، هتلاقيه دايما بطبيعه الحال محطوط في مقارنه مع والده. بالظبط كده، والناس هتقول بيلعب عشان كذا. طبعا. ده غلط. طبعا. ده يا جماعه لازم نفكر، ده بيلعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي مش بتاع وصايد ولا مجاملات، بالذات في الدرجه الاولى. ولا عمره كان، ولا عمره موجود. حتى انا لما كنت في قطاع الناشئين ما كانش موجود مجاملات، صدقني. الحاجات اللي احنا بنسمعها دي حاجات لان ابنك مشي او ده مشي او بتاع بيقولوا كده، انما الموضوع والله ما كده خالص. النادي الاهلي عشان كده هو النادي الاهلي. النادي الاهلي لو في مجاملات عمره ما هيبقى في الصفه الاولى يعني، مش هيبقى على رقم واحد في افريقيا وفي الشرق الاوسط. طبعا. لا يمكن، لانك انت بتلعب. انا شايف ان اللاعب الكوره او لاعب النادي الاهلي عامل زي ممثل المسرح، لايف قدام الناس. صحيح. لو هو مش كويس عمره ما هيبقى ما هيطلع على المسرح. بالظبط. ده مهم جدا يا جماعه، لازم الناس تفهم كده. الراجل شوبير حارس مرمى جيد من وهو في الناشئين، كويس عشان كده طلع الدرجه الاولى، بعيد عن والده، بعيد عن الحاجات دي، هو حارس مرمى جيد. والماتشات هتثقله زياده، وعلى فكره هو لعب مباراتين هايل جدا جدا. وانا بصراحه كنت بتفرج عليه، لان انا بحب اصلا، انا بحب شوبير وبحب اتفرج عليه لانه حارس مرمى. انا بصراحه ما كنت مرنته فتره صغيره جدا، انما كنت مستمتع معاه جدا، لانه من حراسه جيده زي الشناوي ما مرنته، زي الولد مصطفى اللي في الدرجه الاولى دلوقتي، ده معايا في منتخب الشباب، كنت واخده من الترسانه، وهو دلوقتي راحت مصطفى مخلوف. طبعا يعني حراس زي حمزه، حراس مرمى جيدين جدا. اشمعنى ما بنتكلمش على دول وبنتكلم على ده؟ بلاش يا جماعه المقارنه، بلاش، لان الولد حارس مرمى جيد. هو ما كانش في انتقاد على قد ما كان في يعني، هو تم ادراج اسمه ضمن بعض اللعيبه الناشئين او بعض اللعيبه الموجودين في الفيرست تيم، يعني اللي هم بيرشحوهم يروحوا اعاره ويرجعوا لنا. حضرتك برضو بتتفق مع فكره الاعاره ولا لا؟ بص حضرتك، انا يعني لو هو حارس مرمى جيد ومالوش فرصه انه يلعب في النادي الاهلي او في فالاعاره بتبقى المصلحه. الاعاره طبعا مفيده جدا، وكذا لعيب يعني، محمد عبد المنعم ده عندنا من النادي، من الناشئين، طلع درجه اولى ودوه اعاره، دخل منتخب مصر. يا جماعه الاعاره مش معناه ان هو وحش او معناه ان هو مش مالوش دور في النادي الاهلي، بالعكس. الاعاره دي انا بوديك عشان تبقى كويس، عشان اجيبك تلعب عندي. في ناس بالنسبه لها الاعاره كمسمى يعني، هو مسمى سيء السمعه. بمعنى ايه؟ من وجهه نظرهم ان ده كانك بتتخلص من اللعيب ده متورط في تعاقده معاك ومش هتلعبه كده كده، فبتحاول تزحلقه يعني. ما لا هزحلقه، يبقى ده طبعا مش مظبوط. طبعا بالظبط كده، لو انا مش عايز اللعيب دوت انا همشيه خالص من النادي. اكيد انا همشيه، انما انا متمسك بيك وبوديك اعاره يعني انت انسان او لعيب عندي، لعيب كويس، فبلعبك عشان لانك ما عندكش فرصه عندي، لان اللعيب اللي بيلعب مكانك اكبر منك او احسن منك. طبعا. او شويه، انما انت لما هتروح تلعب ممكن ترجع تبقى احسن منه. أيوة. فلازم اللعب الكتير هو اللي هيخليك تبقى كويس. لازم نشيل فكره الاعاره من عندنا، انها انا بمشيك او انا مش عايزك. بالعكس، يا ريت على ايامنا كان في الموضوع ده. الموضوع ده ما كانش موجود على ايامنا. اللي ملوش مكان يا اما بيمشي يا اما بيقعد. بيفضل بقى قاعد يعني. فهي الاعاره بس كان في المقابل بقى وقتها، كان كل واحد بياكل النجيل بالمعنى الحرفي عشان يثبت نفسه، وما كانش فيه فلوس، ما يبقاش عرضه لاي فرصه ان هو ما يبقاش موجود. برافو عليك. كان كل الناس اللي موجوده، علشان كانت الفلوس ما كانتش موجوده كتير، كان كل اللي موجود كان لعيبه كويسه جدا، لانه بيلعب عشان الكوره نفسها بس. ايوه. فدلوقتي الوضع اتغير جدا، فيا جماعه لازم نفكر حته الاعاره دي. ولو شوبير مثلا، انا شايف الفرصه اللي بياخدها دلوقتي
فانا هتثبت ان هو حارس مرمى جيد وده اللي لازم يمشي عليه. انما لو النادي الاهلي شايف ان هو ممكن يروح اعاره او اي حد من الحراس او اي لعيب يروح اعاره, ده مش عيب يا جماعه, ده حاجه كويسه جدا, مش حاجه مش وحشه. انت هتبقى كويس وهترجع تاني للنادي الاهلي, وده طبيعي لازم الواحد يفكر فيه كده يعني.